بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ركز، أسمع، حس الكلام، هيصلك المعنى إن شاء الله. مبارك عليكم شهر رمضان الكريم، إن شاء الله يا رب أكون أنا وإنتو ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. وما تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، لأنه زي ما بنقول دايما محتوياتنا ما فيها إلا الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اتخيل معي انت شايل لك حياة تقيلة جدا في ظهرك وماشي بيها، وفجأة جاء واحد قال لك نزل 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 الحياة دي، احنا ما محتاجين لها. اتخيل معي الراحة والسعادة الحس حتحس بيها لما تفرد ظهرك. بنفس الفكرة دي رمضان. رمضان يا اخواننا اكبر فرصة عشان نتخلص من قيود المعاصي علينا دي. انت ممكن تكون قبل رمضان حاجة، بعد رمضان حاجة تانية تماما.